السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله يا ربي كلكم زينين. هاليوم راح نسوي لحمة بعجين، بعجينتين مختلفة. واحدة أسويها من خبز التورتيلا، والثانية أسويها من العجين أنا عجنته بالبيت بإيدي. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. هاليوم الوصفتنا لحم بعجين. راح نحتاج هنا طبعا لحم بعجين اللي راح اسويها اليوم هو طلب من احدى المشتركات. عندي هنا 4 أكواب طحين، نص طحين ابيض والنص طحين اسمر. احتاج لها قليل من الملح، حوالي ملعقة، يعني اقل من ملعقة طعام ملح، نصف ملعقة طعام ملح، ملعقة طعام من الخميرة. إذا أنتم تريدون كمية أكثر تقدرون تضاعفون الطحين والخميرة والمواد اللي راح أخليها. أنا 2 ملاعق من الطعام لبن راح أخليه، أخلي قليل من الزيت، يعني حوالي 1 ملعقة طعام من الزيت بالشكل، وأضيف له يعني قليل من المي، حوالي 1 كوب من المي، وأبدي أعجن، وبعدين أبدي أضيف شوية شوية المي حتى اتحكم بالعجينة لا تصير كلش قوية ولا تصير كلش ناعسة. راح اضيف تقريبا 1 كوب وابدي اعجن. هكذا انتهيت من العجينة، صارت بهذا الشكل، لا هي قوية ولا ناعسة كلش. هسه راح اغطيها كيس نايلون، وبعدين اغطيها بالقماش واتركها ترتاح الى ان ما احضر الخلطة اللحم بعجين وارجع لكم. هسه راح نحضر خلطة اللحمة بعجين. طبعا عندي هنا العجين بدأ يختمر. عندي هنا 1.5 كيلو لحم مثروم. عندي مقابيلة لازم يكون 1.5 كيلو بصل مثروم، ثرمته كلش ناعم. عندي هنا 800 غرام طماطة مثرومة. طبعا هذه طماطة علب، 2 علبة طماطة، كل علبة 400 غرام. إذا ما متوفر عندكم طماطة المثرومة بالعلب، تستطيعين أن تثرمين الطماطة يعني كلش تكون ناضجة، هذه أفضل للحمة بعجين. تستعملين 800 غرام، يعني أقل من 1 كيلو، لل150 يعني لل1.5 كيلو اللحم. عندي معجون طماطة، المعجون طماطة نصف علبة معجون طماطة تستخدمين، إذا كانت هذه عندي نصف علبة من معجون طماطة، تقريبا كانت 900 غرام، يعني 450 غرام معجون طماطة تحطين بها حتى تضبط، يعني حتى تضبط عندكم اللحم بعجين. احتاج 1 ملعقة طعام ملح، اخلي، ما اريد اكثر، ما اريدها تصير يعني مالحة كلش. احتاج طبعا الفلفل الاحمر، هو حسب الرغبة، اذا تريدون فلفل احمر بها او ما تريدون هو حسب الرغبة، بس انا راح اضيف فلفل احمر لانه نحب الاكل به شوية يعني حدودية، حوالي يعني 1 ملعقة استكان او شاي من الفلفل الاحمر. عندي هنا البصل كله اضيفه عليه. عندي هنا دبس الرمان، دبس الرمان 2 ملعقة طعام تخلون من دبس الرمان باللحم بعجين، تطلع كلش طيبة. عندي هنا الطماطة المثرومة راح اضيفها عليها واخلط الخلطة كلها مع بعض، و بعد ما اخلط كل هاي المواد راح اقطع العجينه وابدي احضر اللحمه بعجين اسويها. انتهيت من تحضير الخلطه، خلطه اللحمه بعجين هي هذه اللي دا تشوفوها. هسه انا كله يعني اللحمه بعجين اللي عندي ما راح اسويه كله من العجين اللي سويته، دا انتظر عليه يختمر، بعده ما مختمر. بس عندي فكرة ثانية من أسوي لحمة بعجين، ما أسوي عجين، أشتري من هذا الخبز جاهز، خبز التورتيلا يسموه أو خبز التكوس، هذا الخبز، خبز التكوس
اشتري من هذا الخبز واحشيه واسوي لحمة بعجينة، تطلع يعني لحمة بعجين رائعة، نفس بالضبط مثل اللي نسويها بالعجين بالبيت. هسه وراح احشي هذولا باللحم واخليها بالفرن، بس من احشيها لحم واخليها بالفرن راح اخلي الصينية اعلى شيء بالفرن، يعني هذا اللحم لازم يعني يكون قريب على الشواية اللي فوق على مود، لانه الخبز مستوي عندي احتاج اللحم يستوي، فمن هذا اخلي الصينية اعلى شيء بالفرن، يعني كلش قريبة تكون الشواية عليه. هسه راح ابدي احشي اول وجبة واخليها بالفرن واطلعها من الفرن وتشوفوها الى ان ما يختمر عندي العجين. بعد ما انتهيت من حشو اول صينية اللحمة بعجين، هذه اول صينية خليتها بالفرن، هيانها طلعتها من الفرن تشوفوها شلون نضج عندي كل اللحم بيها. هنا حضرت صينية ثانية راح اخليها بالفرن نفس الطريقة، وراح استمر الى ان يمكن اختمرت عندي العجينة. هسه راح ابدي اقطع العجينة واسوي بالعجين اللي سويته وارجع لكم. اختمر عندي العجين، قطعته كله بهذا الشكل وخليته يرتاح، وهسه راح ابدي افتح عجينة. طبعا العجينة كلش رائعة طلعت وهشة، ما افتحها، حجم كبير كلش، حجم متوسط وما تكون كلش رقيقة ولا كلش ثخينة، هذا الثخون كلش ممتاز للحمة بعجين. تشوفون هاي الثخن ممتاز. اخليها بالصينية رأسا، راح احضر اول مرة شقد توسع الصينية، كم عجينة توسع. راح احضر 3 أو 4 احضرهم اول شيء، وبعدين راح احشيهم بالقيمة اللي سويتها للحم بعجينة. هسه بعد ما وضعت العجاين بالصينية راح اخلي لها اللحم، راح احشيها باللحم واخليها بالفرن، بس هالمرة لانه العجينة يعني هذا عجين مو خبز جاهز، راح افرش اللحم عليها واخليها بالوسط بالفرن، يعني مو كلش فوق ولا كلش تحت، اخليها بالوسط حتى تستوي من فوق ومن تحت، يعني القعر يستوي واللحم ايضا يستوي. فراح افرش عليها اللحم وارجع لكم. أصدقائي هكذا انتهيت من اللحم بعجين مثل ما تشوفون، هاي اللي سويتها من العجين اللي سويتها بإيدي، وهذه من الخبز، خبز التورتيلا. هي هذه اللحم بعجين اللي سويتها. أتمنى تعجبكم هاي الوصفة وتجربوها، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي فيديو آخر، وشكرا جزيلا للمشاهدة.